بص ايوه الاول حكايه من 156 ل 71 73، اكيد ده مش ممكن تكون بتعمل تيك توك عشان تعمل اكل، ما عملتش حاجه علشان توثق بيها الرحله العظيمه هو دي. هو اولا مساء الزبده عليكم جميعا. ايوه مساء الزبده هي التحيه الرسميه لصومعه الجرح. تحيتك مساء الزبده. مساء الزبده تحيه لصومعه الجرح. ليه؟ لان الزبده حاجه كويسه؟ لا، ممكن تربطها لو يعني في كوبايه قهوه بقى وعمق كده بقى، الناس بوشين كلام هيطلع عليه النهار يسيح والحاجات الكتير دي. وبما ان انا بعمل اكل فربطها دايما بصباح الزبده او مساء الزبده ده حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوه. ايوه عوده لسؤال حضرتك فيما يخص، احنا اصلا عندنا عامل وراثي شويه في موضوع التخن ومحبين للاكل. والدتي الله يرحمها هي حطت اساسيات ازاي ممكن نقف في المطبخ، ازاي نخدم نفسنا بنفسنا. احنا من الاجيال اللي هي بنعتمد على نفسنا بشكل عام. وصلت لمرحله خلاص يعني اوفر بقى، خلاص يعني 156 كيلو في صعوبه وفي قصه كبيره جدا حتى نزلتها عندي في السوشيال، بس انا خدت قرار اللي هو انا لازم اخس. والموضوع بمنتهى البساطه بدون عمليه، ما فكرتش في العمليه لا خالص، ولا برشاه يعني، ولا حبوب ادويه، ولا دكاتره، ولا عمليات، ولا اي حاجه. وقت قد ايه؟ اراده وعزيمه. وقت قد ايه؟ خمس سنين. طيب يعني اكيد انتوا زي عندكم شغف كبير جدا ازاي بعد ده كله بيعمل اكل لذيذ والناس كلها بتتابعه عشان اسرع اكله. اسرع اكله دي ازاي؟ هي اللي هنشوفها معاكم دلوقتي ونرجع نكمل معاهم هنا حديث القاهره. ربنا يسامحك، جوعتني والله العظيم. جوعت. عايز اقول لك حضرتك كانت رائعه جدا بصراحه. شكل الاكل حلو قوي. هرجع لك تاني. لا، احنا بينا شغل كتير.